بإذن المشاهدين أهلاً بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لمسة شفاء أهلا, بيك أهلاً بيكي دكتور رأفت أهلاً بيكي والحقيقة كنا بنناقش الحلقات اللي فاتت موضوع هو النوم واتكلمنا عن النوم واتكلمنا كمان عن الأحلام وعرفنا إن الله ممكن يتكلم عن طريق الأحلام إنه يعني يوصل يوصل رسالته لينا لأرواحنا ولعقولنا ولنفسياتنا لكن في ناس بتسأل مش كل الأحلام بتبقى دايماً أحلام حلوة في ناس بتخاف حقيقة تنام لإن كل أحلامها أحلام مزعجة بنسميها كوابيس، حتى الكتاب بيقول إن نبوخذ نصر حلم حلم فانزعجت روحه وطار نومه، يعني هل فعلا في أحلام مزعجة وهي عبارة عن إيه؟ في الحقيقة زي ما قلنا قبل كده إنه الأحلام ديت عبارة عن الفيلم اللي بيتعرض على الشاشة البيضاء بتاعة العقل. الفيلم دوت ممكن يكون فيلم رعب أو ممكن يكون فيلم فكاهي أو, أو ممكن كوميدي. يكون فيلم كوميدي أو ممكن يكون فيلم درامي بأي طريقة أو بأخرى موضوع الفيلم بيبقى ناتج نتيجة إن ده تجمع للمشاعر وللأفكار اللي تزحمت مع بعضها وأنتجت الفيلم دوت أديلك مثل احنا عندنا حاجة اسمها بانيك أتاكس أو نوبات من الخوف أو الفزع في اغلب الاحيان بتتم والانسان صاحي اعرضها انه الانسان من غير اي لازمه من غير اي ما تكون في اي ظروف معينه مره واحده يحس ان نفسه اتضايق يحس ان قلبه بينبض بسرعه ان ايديه بتعرق انه مهتز جدا ان عنده خوف شديد مش عارف من ايه بعض الحاجات دي بتيجي لبعض الناس من وجودهم في اماكن مغلقه او غيره لكن في بعض الناس بيجي لها نوبات الخوف والفزع ديت وهي نايمة أثناء النوم أثناء النوم ما هياش حاجة منتشرة قوي لكن بتحصل مع بعض الناس بالذات الناس اللي عندهم كده هل إنها بتحصل بس أثناء النوم ما بتحصلش أثناء الحقيقة م. في قلة قليلة من الناس ممكن تحصل لكن في أغلب الأحيان الناس اللي عندهم أثناء اليوم أحيانا لهم كمان أثناء النوم فيصحوا بس مش مرتبطة ديت بحلم أو بكابوس زي ما بنقول لكن نوبة هزع وهلع بتجيلهم ويقوموا وعندهم نفس الأحاسيس اللي بتجيلهم وهم صحيين برضو من ضربات القلب العالية عرقانين مهتزين جدا بيترعشوا حاسين ان زي ما يكون بطنهم مكركبة دول الناس اللي دايما يقولوا ان احنا اول لو حد صحانا بنقوم دايما منزعجين لا 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 دي حاجة حالة فن. مرضية في الواحد بيقوم ويكون منزعج قوي لما بيكون في الاول اربع اجزاء من النوم اللي هم واحد واثنين وثلاثه واربعه بالذات ثلاثه واربعه لان ده اللي بنسميه النوم العميق. في النوم العميق دوت المخ بيبقى بطيء جدا في حركته فبالتالي لما بيحصل اي حاجه تثيره بطريقه سريعه ومفاجاه بي... الإنسان بيبقى عنده الإحساس بال confusion دوت دا لكن آه... آه... في ناس تانية من الناس اللي بيجيلهم الكوابيس دولت اللي هم بيعدوا بظروف صعبة جدا بتسبب جواهم زي ما يكونوا اتخبطوا خبطه جامده خالص يعني زي مثلا اللي بيبقوا في حروب او بيشوفوا مثلا حوادث قتل قدام عينيهم لو احنا <applause> بنسميهم بوست تروماتيك ستريس disorder بنسميهم بي تي اس دي بالعربي بمعناها انه الاسترس الشديد اللي بيجي بعد حادثه او خبطه شديده جدا الخبطه ديت عاده ما بتكون من القوه ان هي بت بتنزع من الانسان احساسه بالامان فدول كل ما يناموا بيحلموا احلام مزعجه بيمروا بفترات فترات تبقى عندهم زي نوع من التخدير الكامل م. ان هم زي ما يكون عايزين يقرصوا نفسهم عشان خاطر يحسوا كان عندهم نوع من اللامبالاه الشديده جدا يعقبوا فترات من الاحساس الشديد بال بالغليان الاحساس الشديد بان كل حاجه جواهم يبقوا ماشيين بيتلفتوا وراهم يبقوا خايفين جدا إ... إ... مش بس الحروب لكن ممكن كمان بعض الناس اللي بيتعرضوا ان هم يحصل لهم اعتداءات جنسيه, جنسية اعتداءات على اجسادهم بطريقه قاسيه جدا الناس اللي بيتربوا يعني قدام كل غلطه على لغاية لما كسر له عظمه أو في المدرسة لما عمل غلطة وما جابش النمرة النهائية بيتذنب وياخد خبطة جامدة قوي فدايما بيرتبط الأمر دوت بإنه الحياة بصورتها العامة بتفقد طعم الأمان اللي فيها. الإنسان دايما بيبقى عنده إحساس دائم بالتهديد. فالإحساس دوت بيتنقل كمان أثناء النوم. فنلاقي إنه الكوابيس ديت بتيجي بطريقة مستمرة للدرجة اللي بتخلي ناس منهم بطريقة لا وعية يبقوا مش عايزين يناموا عشان خايفين عشان كل خايفين. ما بيناموا بيحلموا بأحلم... بأحلام بأحلام مزعجة. مزعجة لكن عايز أضيف عليها كمان شيء تاني أنه مرات كتيرة ربنا هو كمان بيعرض على شاشة العقل أحلام علشان خاطر ينبه الإنسان م. يعني أديلك مثل لو تخيلت ان انا مثلا رايح اسكندريه وركبت القطر اللي رايح اسكندريه بس انا وقفت على الرصيف الغلط واتاري القطر اللي انا راكبه وفاكر انه رايح اسكندريه اتاري رايح الصعيد كل ساعه بتعدي بحس ان انا قربت من طنطا من كفر الدوار من واتاريني عمال اقرب ببعد. من بني سويف ببعد اكتر واكتر بكتير أول ما بكتشف إن السكة اللي أنا ماشي فيها ديت سكة عكس تماما اللي أنا تخيلت إن أنا ماشي فيها بيحصل للإنسان نوع من الانتباه والروعة مم. عشان كده يقول إنه نبه الرب روح يعني بينبه أرواح مم. الناس مرات التنبيه دوت بيعمل الإنسان نوع من الروعة عشان كده يقول روعتني أحلامي في الكتاب المقدس هي جزء من محبه الله انه يقول للانسان انتبه انت ماشي في سكه غلط بالظبط يعني او مش بيقول له اصحى يعني قوم من النوم لا لكن لكن, لكن انتبه انت العربيه بتاعتك ماشيه من في منحدر واخره جبل وهتقع في هاويه فانتبه انتبه لابديتك انتبه لعلاقتك معايا عايز يقول له كل المصايب اللي عايشه في حياتك وكل الحاجات دي كلها يمكن اجراس انذار عشان تنبهك انا فين من الخالق اللي حاطط لي دعوه ويعني و... 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 نوع من الحياه انا مش مختبرها. والحقيقه انا افتكر حتى مامتي انا والدتي يعني ربنا اتكلم معاها عن طريق حلم لدرجه انها لما قامت من الحلم منزعجه يعني هي حلمت ان هي خلاص ماتت وخدنها في الصندوق والجنازه بتاعتها لكن هي جوه الصندوق بتخبط لا انا لسه ما سلمتش حياتي للمسيح مش مش عايزه اموت دلوقتي وقامت منزعجه جدا لدرجه نامت تاني ونفس الحلم اتكرر وعرفت ان الله بيكلمها عن طريق الحلم بيقول لها السكه اللي انت ماشيه فيها دي هتادي بيكي الى جهنم ففعلا بس انا افتكرت الموضوع ده كلام حضرتك انه ده اللي خلاها فعلا تقوم وتسلم حياه المسيح وتقول يا رب انا بتوب وبرجع عن 180 درجه عن السكه إن اللي انا ماشيه فيها لان الله اتكلم عن طريق حتى كوابيس اللي احنا بنقول عليها كوابيس لكن حتى الاحلام المزعجه ممكن الله يكلمنا بيها عشان ينبهنا ان احنا ماشيين في سكة غلط بالظبط فمصدر الخوف اللي بيحصل اثناء النوم يا اما ان يكون نوبات الهلع ديت اللي هي استمرار للي بيحصل او انها تكون حاجه نتيجه تعرض الانسان لهزه شديده جدا افقدته الاحساس بالامان حاجه نفسيه او نتيجه ان ربنا بيلقي في قلب الانسان روعة <applause> إيه مش مقصود منه إيه انه يرعب الانسان لكن مقصود منه انه ينبهه بس بصوت عالي يتكلم في ودانه بس بميكروفون جامد لكن في شيء رابع كمان احنا عارفين انه ابليس بي بيسيطر على العالم ده بالخوف مم. والسبب ان ابليس هو اكتر واحد خايف في الوجود ليه لانه هو الوحيد اللي متاكد رايح كهنم من نهايته عالما ان له زمانا يسيرا, يسيراً. فإبليس عارف إبليس مروع عشان كده أنفاسه بتروع الناس بيخوف الناس من الاقتصاد بيخوف الناس من بكرة بيخوف الناس من بعضها بيخوف الناس من المستقبل بيخوف الناس من, مست... من... من, 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 أي حاجة يعملوها اللي عنده يخوف أنه هيروح منه صح. فإبليس عمال بينشر بأنفاسه الخوف دوت على كل الناس فمش بعيد كمان لو إنسان بعيد عن الحمايه الالهيه انه يخوفه حتى اثناء نومه اه كتير من الكوابيس مرات كتيره بتكون نتيجه انه عدو الخير مم. عايز ياتي ويزرع زوان مم. اثناء النوم, النوم. بينما الناس نيام جاء العدو ليلا وزرع زوان, زوان. الزوان دوت مش يعني ممكن يكون انه الانسان بدا يتكون جواه أحاسيس مثلا كراهية من حد معين في ناس كتيرة جدا بتعتبر أن الأحلام اللي بتحلمها دي كده أو كده لازم تتحقق فلما إبليس بيحط الحلم ده جواهم زي ما بيكون بيحط عليهم نوع من البصمة اللي بتقول لهم ده لازم هيحصل فكونهم بيتفقوا مع محتوى الحلم ان في مصيبه لازم هتحصل بتحصل فعلا بتحصل بس مش بسبب انها لازم تحصل. لا بسبب, بسبب انهم ان هم اتفقوا معاهم. وادوا بيس. فرصه لابليس ان يكون ليه ارض قانونيه علشان خاطر يحقق الامر دوت معاهم فاصبحوا في اطار هذه العبوديه. الحقيقه الموضوع مشيق جدا دكتور افت بس لازم ناخد فاصل قصير عايزين المشاهدين الموضوع فعلا يحتاج لتكمله. هناخد فصل قصير مع بعض ونرجع نكمل عن الكوابيس والاحلام وازاي الله بيتكلم من خلال الاحلام ولكن في العكس كمان ازاي ابليس ممكن يخوفنا عن طريق الاحلام ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم الحلقه سرى القلوب بحبه واعاد للموت الحياه بفعل حب قائم فشفى السقيم المقعدات الناس ذنبهم الثقيل فنظرت في حب لها وغفرت كل ذنبها فنظرت في حب لها وسترت كل عيبها يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قادم أهلا بكم مرة ثانية أحبائنا المشاهدين عشان نكمل موضوع الأحلام اللي كنا ابتديناه قبل الفاصل دكتور رأفت كلمنا عن أن الأحلام بتبقى فيها أنواع يعني هادية وحلوة وكلنا عايزين نفتكرها وفي الأحلام اللي بنسميها كوابيس أو أحلام مزعجة وعرفنا أن الله ممكن يتكلم بالأحلام المزعجة عشان يردعنا عن السكر ماشيين فيها وفي نفس الوقت إبليس ممكن بينفث يعني تهددا وقتلا وعايز يخوفنا ويرعبنا فبرضه بيخلينا نحلم أحلام مزعجة لكن مش دايما كل الناس بتفتكر احلامها يعني في ناس بتقول انا ما بحلمش خالص يعني احنا اتكلمنا في الحلقه قبل كده ان كل الناس بتحلم لكن ليه ناس بتفتكر احلامها وناس ما بتفتكرش احلامها بتختلف بحسب هم صحيوا في اي مرحله من مراحل النوم الناس اللي بتصحى عاده في اثناء الرم او اللي هو المرحله اللي فيها حركه المخ آه نشيطه جدا كل اللي بيحصل ان المخ بياخد بس رساله علشان خاطر يحرك العضلات لكن اوريدي كل حاجه في المخ وفي الجسم بدات تنشط فبالتالي اللي بيصحى في الوقت دوت بيبقى لان دي كمان مرحله اللي بيكون فيها الحلم فعليا يعني لسه بيتعرض لسه بيحصل فبيقوم الانسان فاكر انه الحلم على الاقل فاكر انه حلم يمكن ما يكونش عارف كل التفاصيل لكن بيبقى فاكر ان هو حلم احيانا فاكر التفاصيل ولا لا اكشولي 80% من الناس بيبقوا فاكرين الاحلام لما يصحوا وعاده بيصحوا هم صاحيين. لكن هل الانزعاج نفسه اللي اتسبب عن طريق الحلم المش اللي مش حلو قوي ده ممكن يصحي الانسان؟ ممكن جدا ممكن جدا لو حلم مخيف للدرجه اللي عامل الانسان نوع من التهديد والخوف والصدمه م. انه ينبه المخ بطريقه فيها زي جرس انذار عشان يصحى ويقطع يعني الحلقه دي من الحالة بالظبط عشان خاطر بدل ما العضلات في حاله من الشلل يحصل لها نوع من التوتر العضلي اللي يخليها تتحرك وتقوم مم. إيه وعشان كده احيانا الناس تقوم مفزوعه وتقوم تجري كمان مم. لانه لانه ده بيحصل لكن ممكن على حسب الحاله اللي هم فيها، يعني الناس عادة اللي بتصحى في فتره النوم العميق سواء قبل ما كانوا يحلموا خالص مثلا في خلال اول ساعه ساعه ونص من النوم او في اثناء النوم في خلال مرحله من مراحل النوم العميق اللي بتتكرر اثناء النوم، ممكن ما يفتكروش خالص ان هم حلموا اي حاجه، م عادة بيبقوا مدروخين بتاخذهم مثلا خمس عشر دقايق عشان يبتدوا يركزوا تاني ويبقوا واعيين باللي بيحصل، لكن بلا شك كلنا بنحلم لكن مرات الحاجات اللي جاية من عدو الخير اللي بتتركه هو انطباع أو بصمة طب إزاي الواحد يعرف إزاي إذا كان الحلم ده من الله أو الحلم ده من إبليس لأن ممكن الأتنين يكونوا بيخوفوا بحسب الظاهر يعني لكن إزاي أعرف إذا كان دي رسالة موجهة مني لله وإزاي ده رعب من إبليس بصي أنا عايزة أفرق ما بين شخص بدأ في علاقة حقيقية وشخصية مع شخص المسيح م. وشخص تاني حتى لو كان متدين حتى لو كان ممارس لعبادة حتى لو كان غير مسيحي لكن المسيح بالنسبة له ما هو إلا معلم عظيم أو نبي أو غيره عايز أفرق ما بين الطائفتين دولت الشخص اللي فعلا في علاقة مستمرة مع الله مع الله حتى لو جه إبليس يضايقه دي نوع من الحرب ف على حسب المخزون اللي عنده على حسب الشبع اللي عنده هل هو شبعان بالمسيح ولا لا لو شبعان بالمسيح مرات كتيره ناس كتيره يقولوا لي بنقوم وننتهر باسم المسيح نصحى من النوم نقول باسم الرب يسوع انتهرك يا عدو الخير انتهر كل اعمالك انتهر كل قواتك ايد كل مح ليه زي ما يكون في تنبيه من الروح القدس كمان انه البس السلاح الكامل اللي بيقاوم كل سهام الشرير الملتهبه. ده ممكن يكون من ابليس لكن ممكن يكون من الرب لو شخص متهاون في حياته. شخص بدا علاقه مع المسيح لكن مش عايش حياه التوبه اليوميه. مش عايش الحياه اللي فيها بيدي للروح القدس الفرصه انه يبكته، انه يتكلم معاه، انه انه ينبهه انه يعدل من الإنسان الجديد اللي هو بيتغير كل يوم يبقى على صورة خالقه ممكن يبقى في تنبيه خبطة كده بس ده بقى ما اسموش ترويع ده اسمه تأديب لأن التأديب للبنين التأديب للبنين يعني في رسالة الحلم نفسها إذا كانت هتأدي إلى تقريبي لربنا وإن أنا أصلح مسار حياتي فده أقدر أقول إنه ده من الله وبتحمل في طياتها الكود بتاعها الحب. يعني اه يعني يعني بتصحي حتى لو في خوف او ارتعاب لكن زي ما تقولي بيلت ان او او جزء منها رساله ارجع لي مم. انا انا بابي مفتوح انا ايدي مفتوحه الحزن اللي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه توبه لخلاص بلا ندامه مم. ده عكس الحزن الحزن اللي حسب مشيئه العالم الواحد يفضل يلطم حتى لو بيلطم على خطيته لكن بلا رجاء مم. ليه لانه ارتباطه بصليب المسيح ايمانه ببدليه المسيح عنه دخوله في عشره شخصيه مع المسيح غير متوفر صح لكن الشخص ايه الانطباع او الكود او الرساله او الشفره اللي بتسيبها نفسيتي اللي بتسيبها لي انا وهل الشفره دي بتقودني للمسيح اكتر ولا بتبعدني عنه اكتر ده شيء مهم للشخص اللي هو بدا علاقه حقيقيه مع المسيح لكن في شيء تاني مهم قوي لان في بعض الناس للاسف ان هم برضه ممكن يكونوا دخلوا في حياه مع المسيح وكده لكن ذهنهم وارواحهم مقيده سواء باثار قديمه سواء ب قيود هي حاجه تقول ان حتى لو مؤمنين ده ما بيمنعش الشيطان ان يخلينا ساعات يحلم نحلم احلام مزعجه مع ان احنا مؤمنين لكن ده ما بي يعني في اثناء النوم برضه الشيطان عنده مجال انه يقدر يتدخل في احلامنا على حسب مستوى الحمايه اللي انا بتمتع بيها ليه انا ممكن وانا شخص بدات ومسيحي لكن اقول له بمعرفه طرقك لا نصر أقول له يا رب أنا, أنا أنا الحقيقة السكة بتاعة الدنيا والخطية والفلوس والجاه لسه شغلاني اه ما هو الكتاب بيقول ايه؟ إن في ناس هتنشغل في خمار وسكر وهموم الحياة مم. لو أنا مش تحت الحماية ديت هتلطش والحقيقة هتلطش أكتر من الشخص اللي معرفة. ما دخلش في علاقة مع المسيح هتلطش ليه لان انا هبقى برقص على السلم لا فوق ولا تحت وبالعكس الشيطان بيحاربني بالعكس آه ما بيحاربش ال... ما بيحاربش اللي ليه لكن بيحارب اولاد الله بالظبط فانا ايه ببقى لا انا متمتع بالحمايه الكامله ولا انا و... وانا مفتوح بالظبط ملقف م. لل... للحرب الروحيه ديت المشكله انه ابليس مرات يلقي جوه الإنسان حاجات وتبان كأنها حقيقيه جدا وهي تكون مزوره عشان كده لابد مش بس نعرف ايه الانطباع والبصمه اللي اتثابت على حياتنا وبتقودنا للمسيح تقربنا منه ولا لا لكن شيء تاني مهم قوي الفكره مش مجرد الانطباع الفكره اللي اديتهاني لي هل دي فكره متوافقه مع كلمه الله المعلنه؟ ولا لا صح لان في ناس حتى مؤمنين بيحلموا احلام بعيده كل البعد عن كلمه الله ويقول لك الله اداني الحلم ده بالظبط عليه انا هتصرف التصرف اللي لا يتفق ابدا مع كلمه الله وناس بتسيب كلمه الله وتعتمد فقط على الاحلام فاحنا عندنا هنا يعني تو اكستريمز بالظبط او نقيضين تماما يعني ناس يا اما ما فيش حاجه اسمها احلام والله مش ممكن يتكلم عن طريق الاحلام وده منافي لكلمه الله وعلى النقيض الاخر ان في ناس تقولك لا ما ربنا اداني حلم ما يهمنيش بقى الكتاب بيقول ايه في ناس للاسف بتظن ان كل ما تحلم بيه هو جاي من ربنا ودي فيها خطوره شديده جدا والناس دولت بياتوا بهرتقات بياتوا بحاجات ليه لانه الله مش هيتكلم عكس كلمته بالزبط. الكتاب بيقول انه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القدسون مغسوقين من الروح القدس ما حدش يقدر يزيد على كلام هذه النبوه او يحذف منها لانه الله هيحذف نصيبه من سفر الحياه الحذف هنا مش بس معناه أنه واحد يشيل صفحه لكن معناه كمان الانسان يتبنى فكره, فكرة مش موجوده متنافيه مع روح كلمه الله سواء مع وصيه واضحه ومعلنه او مع روح كلمه الله، يعني مثلا احلم حلم وربنا يقول لي انت احسن حاجه تنتقم من فلان تموت ممكن. فلان ده عشان خاطر يتأدب ده عشان خاطر ايه؟ ده انت الاداه اللي انا هستخدمها علشان خاطر يعني اطلع عينين واحد، ده تأديبي منين جبنا الكلام ده؟ منين؟ عشان كده مهم قوي إن إحنا نمتحن الأرواح، كتاب بيقول امتحنوا كل روح. هل الأرواح دي من الله ولا لأ؟ ودي ممكن ربنا يديها لنا وممكن نجيبها من خلال المشيرين، من خلال أب اعترافي، من خلال الشخص المرشد الروحي بتاعي، من خلال الشخص اللي مشي قدام ليا سكة الامتحان دوت يبقى شيء مهم الحقيقه افتكرت دانيال لما اتقال عنه ان فيه روحا فاضله يعني حتى الناس اللي حواليه كانوا عارفين انه مش بس انه بيفسر الاحلام لمجرد انه عنده علم تفسير الاحلام بحسب الوقت ساعتها كانوا العرفاء والحكماء لكن اتقال عنه انه ده غيرهم كلهم بالضبط. ده فيه روحا فاضله من الله العلي امين امين عشان كده نفسي فعلا انه احبائنا المشاهدين النهارده قدامك فرصه انك تدخل في مش بس علاقه حيه مع المسيح ده زي ما يكون نقله من الموت الى الحياه. تدخل بقى علشان خاطر النوم يتصلح، العلاقات تتصلح، الحياه تتصلح، المستقبل يتصلح، حاجات كتيره تتصلح، ال 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 الادمان يتصلح، المشاعر ال ال الجروح اللي مش عايزه تلتئم رغم السنين تتصلح. الرب النهارده بيخبط على باب قلبك. والنهارده الرب عايز يخش مجرد وانت قاعد وانت قاعده قاعد قولي له تعالى ادخل الى داخل حياتي بصدق كلامك. تعالى وانت سود مش بس على عقلي الواعي لكن على عقلي غير الواعي واستخدمني وباركني. امين. نفسي دكتورة افت قوي بتشريفك معانا النهارده. اعزائي المشاهدين اختن حلقتنا نتمنى ان نكون جاوبنا على بعض من اسئلتكم والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج لمسه